كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، ولقاء هام جدا بعد انتهاء مباراه الاهلي والمريخ السوداني، ومعانا المدير الفني لفريق مستر بيتسو موسيماني. يعني في البدايه يعني بنرحب بيه دكتور عمرو، وبنقول له الف مبروك التجديد وبقائه مع نادي القرن الافريقي، وكمان بنقول له يعني كان الله في العون، ضغط مباريات مع ذلك يعني بيؤدي اداء سواء في الدوري او كمان في افريقيا بيحقق المطلوب. هو شايف كل النتائج بتحقق في الفتره دي ازاي، خاصه في ظل الضغوط الكبيره دي؟ Yeah, very difficult game, a big game. Spiritually, we played it well, and tactically, we played it well. But if you look, and you're looking for the Ali that we always know, that plays very good football, tonight, it was not there. Tonight was about the results, and we got the results. We scored 3 goals, and we got the results. That's what's important. This was a big game. The biggest game is coming, is Hilal. That's the biggest. هو بيقول حضرتك بيتكلم عن ماتش النهارده، بيقول لك كان ماتش كبير لعبناه، قدرناه كويس فنيا، وحته الانفعالات والمشاعر كنا ماسكين نفسنا وعملنا كويس، وكان في روح النادي الاهلي، شخصيه النادي الاهلي، بس ما اقدرش اقول ان ده اداء النادي الاهلي، يعني مش انا مش راضي 100% عن الاداء، بس كان لازم نكسب، وده ما اقدرش، ده الماتش الكبير، الماتش الكبير لسه جاي، ماتش الهلال. دايما متعودين من مستر موسيماني لما حد بيتكلم عن مواقف المجموعات بيقول دايما العبره بالخواتيم، دي نفس الكلمه اللي قالها في المؤتمر الصحفي امبارح. شايف ان شاء الله حظوظ النادي الاهلي في الفوز بالبطوله والحفاظ على اللقب العام الثالث على التوالي، واعتقد ده هيبقى انجاز تاريخي ليه وللنادي الاهلي كمان. Look, we have to respect the team. We have to respect the club. We have to respect the emblem. What is needed tonight is to win the match. Okay? And we won the match. We take it one step at a time. We have the biggest step to do against Hilal. Okay? That's what is important. After we can talk about where we didn't play very well and all that. The team has to go to the quarterfinals. That's what is important. Yes, I know my team didn't play very well, but you can't play very well all the matches. So it's a tough game. It's a, you know your history with the Sudanese teams. You know it. So we are okay. We have won the match. Alhamdulillah, we won the match, and that's all. That's important for us. And congratulations to the players. They fight for this match. There were a lot of kicks and everything on this game, a lot of emotions on the game. But I'm happy we didn't get the red card, and I'm happy my players respected the team. We respect Merich, we respect them. But we have to go, and we have won the game, it's finished, خلاص. بيقول حياتك اول حاجه احنا المفروض نحترم الفريق والنادي وشعار النادي. الماتش ده كان لازم نكسبه، كان المفروض نلعب عشان نكسبه وكسبناه. اي نعم ما اديناش احسن اداء، افضل اداء، بس احنا المفروض نكسب بعد كده عشان نوصل لدور ربع نهائي. بعد كده الماتش الجاي اهم، ماتش الهلال هيبقى اهم، المفروض نديله اهميه اكبر عشان نتاهل من دور ربع النهائي. تاني نقول لعبنا كويس او لعبناش وحش، بس انا بحيي لعيبتي. انتوا عارفين اصلا تاريخ الماتشات المصريه السودانيه بيبقى فيها انفعالات وفيها حماس زايد. انا بحيي لعيبتي ان استحميت الماتش، كان فيه خبط وضرب كتير، وبحمد ربنا ما خدوش كارت احمر، فيش حد خد كارت احمر، بس المهم ان احنا الهدف من الماتش ده ان احنا كنا نكسب ب3 نقاط وكسبناهم خلاص الحمد لله. طبعا بنشكره على وجوده معانا وبنبارك له على الفوز. شكرا. كابتن ايمن دقق لقاءنا مع المدير الفني للفريق مستر بيتسو موسيماني، الف مبروك مره ثانيه للنادي الاهلي.